السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله جوج الأخبار اللي هي زوينة، جوج العمالات، واحدة كتسولوا عليها بزاف، أخيرا كتصدر نون لاوستا موديل سي، كتدخلوا عندي وكتبقاو تسولوا على موضينا موضينا موضينا، وكنشوف حتى في قنوات أخرى الناس بزاف كتسول على موضينا لحد الساعة موضينا. يعني البارح توصلت أنا بنون لاوستا ديال موضينا موديل سي، والأخ دافع مع 49 ثانية. مبروك للناس اللي دافعين في هذه العماله هذه ديال موضينا، وان شاء الله راه غادي تبدا حتى في موديل بي. انا توصلت البارح بنون لاوستا، ما بقاش ليا الوقت باش انني نشارك معكم، واليوم قلت نزف لكم هذا الخبر هذا بالنسبه لموضينا اخوتي على سلامتكم. والخبر الثاني اللي هو ديال برانديزي. برانديزي كنت ديجا هضرت لكم على برانديزي، قلت لكم بانها راها ضاعفات الكوطه على 3 مرات، ودابا كتوصل الكوطه ديال موديل سي ديال برانديزي ل 190 كونترا. يعني الكوطه ديالها ديال موديل سي صبحات 190 كونترا، وزادت حتى في موديل بي 50 كونترا اخرى. يعني كاين حدود وامل اكثر الناس اللي هما دافعين معطلين انهم يدخلوا الكوطه يتعالج طلب ديالهم وتصدر نون لاوستا. ان شاء الله كيف ما قلت لكم ان شاء الله راه غادي يزادوا الكوطات بزاف ديال العمالات ان شاء الله، باش الناس تبدا تدخل الحصه اللي هي محدده ولا الكوطه باش تعالج طلب ديالها. ودابا الناس اللي كتوصل بنون لاوستا ديالهم، هاد نون لاوستا عباره بحال الروسي كيخرج كتستاريكي، يعني كتحملو من الكمبيوتر موقع وزاره الداخليه، كيحملو بطبيعه الحال كيستاريكي ولا كينزلو عنده الباترون، وكيرسلو كيرسلو كيرسلو للعامل، ومن خلال هذاك الروسي اللي فيه لوجيت اللي هو بطبيعه الحال نون لاوستا لافوروس وبورديناتو ستاجيونالي، وكاين تحت نوميرو دي بروتوكولو اللي هو الرقم ديال الطلب. هذاك الرقم ديال الطلب ممكن انك تمشي تاخذ الموعد ديالك في القنصليه، وان شاء الله حتى توصل بالوثائق الاخرى ان شاء الله اللي غادي يرسل لك الباترون. فهمتوني اخوتي؟ المهم نون لاوستا ديال سميتها هي ديال الموديل، انا توصلت بها ديال الموديل سي، مبروك عليكم. وبرينديزي راها ضاعفات كوطا على 3 مرات موديل سي، وزادت 50 كونترا كيف ما قلنا، وراه ان شاء الله غادي يتضاعفوا في بزاف ديال العمالات. وحنا كنتسناو في نفس الوقت كنتسناو الذكريات الفلوسي انه يخرج، ونزف لكم الخبر بالنسبه للناس اللي هما دافعين مثلا معطلين بنهار يومين 3 ايام. من الاحسن لهاد الناس هادو يطلبوا من الوسيط ديالهم ولا الباترون الا كانوا كيتواصلوا معاه انه يعاود لهم الطلب في حاله ما الا تفتح الذكريات الفلوسي ان شاء الله، ولا غادي نفتحوا مع الساناتوريه. فهمتوني اخوتي؟ هذا كان فيديو سريع باش نشرح لكم ونقول لكم بان راه العماله هذه بدات يعني ديال موديل كتخرج موديل سي، وبرينديزي راها زادت في الكوطه، وان شاء الله غادي تزاد في جميع العمالات. الا كان شي جديد غادي نشاركه معكم. الله يعاونكم الاخوان.